النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير الكابتن اسامه حسني. هنتكلم برضو عنهم عن هذا الموضوع. انا الحقيقه يعني انا شايف ان الموضوع في هناك اخطاء يجب ان يتم علاجها، وده الجهاز الفني اللي بيعملها، ولا انا ولا حضراتكم هنقدر، لكن من حقنا ان احنا نقول هذه المواضيع. طبعا من حقنا نقول ان هنا في خطا في الحته الفلانيه وفي خطا في الحته الفلانيه، مفيش اي مشكله. وبالمناسبه يعني كلنا اتكلمنا في الموضوع ده امبارح، كابتن عماد او كابتن بلال او كابتن تامر بدوي، كلهم الحقيقه الثلاثه اتكلموا في هذا الموضوع امبارح. فعشان كده انا بقول لحضراتكم انا مش شايف ان الموضوع ياخد كل ده من حضراتكم خالص، انا بس بحاول ان انا انقل نبضكم من خلال الشاشه. حضراتكم حملتوني بامانه ان انا اقول ان انتوا متضايقين شويه، زعلانين شويه، تمام خلاص احنا متضايقين. انا عارف ومتاكد ان حضراتكم متضايقين لان انتوا مش متعودين النادي الاهلي يتغلب في هذه المباراه، ولكن خلاص الامر اصبح واقع دلوقتي، وعندنا مباراه يوم السبت القادم. الفريق اللي موجود في النادي الاهلي دلوقتي ال 25 ولا 28 لاعب اللي موجودين ولا 30 لاعب اللي موجودين يقدروا يكسبوا الماتش اللي جاي؟ يقدروا يكسبوا الماتش اللي جاي اذا كانوا في 60 70% من حالتهم، يقدروا يكسبوا الماتش اللي جاي عادي. ده النادي الاهلي، ما تخليني مش عايز اقول لحضراتكم قد ايه الماتش صعب وقد لا الماتش صعب، وكره قدم وكره القدم لا تعرف اي شيء الا بعد صفاره الحكم النهائيه. ولكن في نفس الوقت يا جماعه الموضوع بسيط جدا، عندنا اخطاء بيتم علاجها، عندنا جهاز فني فاهم كويس جدا هو بيعمل ايه. وبالمناسبه الجهاز الفني عامل دور كبير جدا جدا في اللي بيحصل، دور كبير جدا في اللي بيحصل من الناحيه الايجابيه. حضرتك بتشوف كريم ندفد كان هنا بقى هنا، حضرتك بتشوف عمرو السوليه كان هنا بقى هنا، حضرتك بتشوف علي معلول كان هنا بقى هنا، حضرتك بتشوف محمد هاني مستواه تقدم بشكل كبير، حضرتك بتشوف سعد سمير امبارح مادي مباراه جامده جدا، نفس الكلام ايمن اشرف ممكن يكون قل شويه في مباراه سابقه ولكن النهارده بيرجع تاني. المستوى العام للفريق اجاييه، اديكم شايفين اجاييه عامل ازاي. بنتكلم عن ناصر ماهر شويه وشويه، ولكن ناصر ماشي بخطى ثابته جدا. نفس الكلام بالنسبه ل مروان محسن، مروان محسن احد نجوم الفريق الحقيقه واللي بيؤدي دائما بشكل جيد. رمضان صبحي انا شايف ان هو بيحاول يبذل مجهود كبير قوي في الملعب، خدوا بالكم رمضان بقاله فتره طويله قوي ما بيلعبش في هدرسفيلد لما كان في انجلترا، وبالتالي وقفه حضراتكم دلوقتي صدقوني انا كنت بلعب كره، عارف ايه اللي ممكن يتقال. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي معنويات اللعيب في السماء ويحاول يدوس على نفسه اكتر واكتر الجمهور، الجمهور وتشجيعه في العربيه في وهو ماشي في حته، ماشي هنا ماشي هنا في التمرين لو تقدروا اي حاجه. حضراتكم دايما اللي بتبقوا في ظهر الناس وفي ظهر الجمهور وفي ظهر اللاعبين، وبتخلوا المستوى الفني للعيب لو 50% هو عايز يوصل بيه ل 100% عشان خاطر حضراتكم. فعشان كده انا دايما بتك على موضوع الجمهور ده، ال 10,000 متفرج اللي هيكونوا موجودين او على حسب الساعه الامنيه اللي هتبقى مسموح بيها في مباراه يوم السبت القادم، يجب ان هم يكونوا متواجدين. وزي ما الكابتن وليد قال وهنحاول نجيب لحضراتكم كباتن كتير يقولوا لنا هم هل عصروا مثل هذه الامور ولا لا. انا بوري بس حضراتكم ان الموضوع ما فيهوش مشكله كبيره، الموضوع في ايد النادي الاهلي. يعني تخيلوا حضراتكم لو انت تكسب، لازم تكسب مثلا ومستني فريق تاني يتعادل او يكسب او يتغلب، لكن الموضوع في ايد النادي الاهلي، الموضوع في رجل لعيبه النادي الاهلي، الموضوع في ايد الجهاز الفني للنادي الاهلي. عندنا لعيبه او عندنا مجموعه لعيبه متميزين، عندنا مجموعه لعيبه متميزين، في منهم مستوى قليل شويه او لسه لم يصل للمستوى اللي كل الجمهور شايفه وعارفه. عندنا طبيعي جدا طبيعي جدا نجوم كبيره ونجوم عالميه بتلاقوها في وسط الموسم كده مستواها بينزل وبعدين بتبتدي ترتفع تاني بمساندة الجماهير. في العالم كله كده، العالم كله كده. ننتظر اكتر من رمضان، ننتظر اكتر من حسين الشحات، ننتظر اكتر من اجاييه، ننتظر اكتر من مروان، ننتظر اكتر من وليد ازارو، هنشوف، عايزين نشوف احمد فتحي، عايزين نشوف محمد هاني، عايزين نشوف بقيه اللي عايزين اللي وصل ل 80 90%، لا احنا عايزينه يوصل ل 120 و130% بمساندة وبمساعدة حضراتكم الدائمة وتشجيع حضراتكم في المباراة والأسبوع اللي قبل المباراة بالكامل. عشان كده مهم جدا جدا ان انا كنت اتكلم مع حضراتكم
وخدوا بالكم احنا هنا بننقل نبض يعني انا من وجهه نظري دايما ان انا لما اجي اتكلم انا بقرا الجمهور بيقول ايه وبسمع الناس لما بتكلمني او الناس لما بتقابلني في الشارع بتقول لي ايه وباخد نبض الجمهور وبتكلم فيه مع حضراتكم. متضايقين شويه وزعلانين، متضايقين وزعلانين، لازم اللعيبه تبقى عارفه ان حضراتكم متضايقين وتصالحكم يوم السبت اللي جاي. بدون ضغط وبدون توتر وبدون اي شيء. لان دي لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي دايما محطوطه تحت ضغط ودايما محطوطه تحت دايما لازم تبقى بتكسب المباريات. هو ده النادي الاهلي وهو ده اسم النادي الاهلي. فعشان كده انا بقول لحضراتكم المسانده، المسانده والدعم خلال الفتره اللي جايه هي من اولويات حضراتكم عشان النادي الاهلي يستطيع ان هو يفوز في مباراته القادمه. وانا متاكد ان شاء الله ال 11 لعيب اللي هينزلوا في المباراه دي هيبقوا عايزين يعملوا اي حاجه عشان يصالحوا حضراتكم ويرضوكم. عشان يصالحوكم ويرضوكم بس، مش عشان حاجه ثانيه. عايزين يكسبوا طبعا، بس عايزين يكسبوا عشان يصالحوكم ويرضوكم ويعملوا